والبداية بتداعيات حرائق غابات عين ميمون وبوحمامة بولاية خنشلة، فقد أوقف عناصر الدرك الوطني للكتيبة الإقليمية بخنشلة 3 أشخاص يشتبهوا في تورطهم في إشعال النار بغابات عين ميمون ببلدية طمزة، حسب بيان للمجموعة الإقليمية الذي أوضح أن المتورطين تم توقيفهم بالقرب من غابة بير وصفان وعين ميمون بطمزة، مضيفا بأن تحقيق جار معهم حاليا من قبل عناصر الضبطية القضائية ومواجهتهم بالتهمية المنسوبة إليهم. هذا فيما تتواصل عملية التقصي والبحث عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء نشوب الحرائق وتوقيف الأشخاص المشتبه بضلوعهم في ارتكاب هذه الجريمة. إثر الحرائق التي اندلعت بإقليم ولاية خنشلة، بالضبط بجبال قرية عين ميمون بلدية طامزة، والتي أدت إلى حد الآن إلى إتلاف أكثر من 1500 هكتار من الغابات بما فيها غابات الصنوبر الحلبي، وعلى إثر التحقيقات التي قامت بها الفرقة الإقليمية لبلدية طامزة تمكنت مصالحنا من توقيف 3 أشخاص يشتبه فيهم الضلوع في هذه الحرائق، والبالغين من العمر 47 سنة، الشخص الثاني 43 سنة، ومن بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة. هؤلاء يشتبه في ضلوعهم في عملية الحرق العمدي للغابات وحقول الأشجار. هذا الفعل مجرم بنص المادة 396 الفقرة 3 والمكرر من قانون العقوبات. في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات في هذه القضية، سوف يتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية لدى محكمة خنشلة.